السلام عليكم ثالث، كيف حالكم اليوم؟ وصلنا إلى درس الروافع واستخداماتها. لنتعرف في بداية الدرس على معنى الروافع. لنتعرف سوية على معنى الروافع. هي آلة بسيطة تساعدنا على إنجاز الأعمال بدقة وسلامة. إذن الروافع آلة بسيطة تساعدنا على إنجاز الأعمال بدقة وسلامة. مرة أخرى، الروافع هي آلة بسيطة تساعدنا على إنجاز الأعمال بدقة وسلامة. تابعوا معي يا ثالث. شاهد طلبة الصف الثالث وليدا وحسام يلعبان لعبة السيسو. وليد وحسام بيلعبوا لعبة السيسو، فقال جواد: هل هناك شبه بين هذه اللعبة والعتلة التي استخدمناها في رفع الصخرة؟ أخذنا بالدرس الماضي لما استخدموا العتلة أو قضيب الحديد برفع الصخرة. اليوم في عنا بيلعبوا على السيسو. بيلعبوا إيش؟ على السيسو. تابعوا معي يا ثالث. الروافع، تأمل الروافع في الصور الآتية واذكر اسم كل منها ثم حدد فائدتها. طلع أمس، أول إشي بدنا نعرف فوائد الروافع. فوائد إيش؟ الروافع. واحد، تقليل الجهد. اثنان، الدقة في العمل. وثلاثة، السلامة. إذن فوائد الروافع عندي ثلاث: واحد، تقليل الجهد. واثنان، الدقة في العمل. وثلاثة، السلامة. أول إشي عندي السكين. من فوائدها الدقة في العمل. السكين الدقة في العمل. اثنان، المجداف يمس تقليل الجهد. تخيل أنا راكب قارب صغير وبحركه بدون مجداف، أكيد راح أتعب. إذا المجداف بقلل لي الجهد، المجداف وهو تقليل الجهد. والرافعة الثالثة، الأداة الثالثة، الملقط للسلامة. الملقط فائدتها السلامة، يعني مش كيف بدي أمسك فحم بإيدي، طبعا راح أتأذى، فبستخدم الملقط. وأربعة، قطاعة الورق للدقة في العمل. نرجع نعيد: السكين الدقة في العمل، المجداف تقليل الجهد، الملقط السلامة، وقطاعة الورق تقليل الجهد. لا، بعتذر، قطاعة الورق الدقة في العمل. تابعوا معي يا ثالث، بحكي لي مس الرافعة. حكينا آلة بسيطة تساعدنا على إنجاز الأعمال بدقة وسلامة. إذن الرافعة آلة بسيطة تساعدنا على إنجاز الأعمال بدقة وسلامة. من الأمثلة على الروافع: المقص. اثنان، المطرقة والميزان ذو الكفتين والمجداف والسكين والملعقة. ها هي أمثلة على الروافع، نعيدها: المقص، المطرقة، الميزان ذو الكفتين، المجداف والسكين والملعقة. سؤال، وهذا مس بنحله على الكتاب: أحدد فائدة كل رافع مما يأتي مستعينا بالكلمات المحددة. معطيني فوائد الروافع اللي أخذناهم، اللي هي الأولى تقليل الجهد، اثنان الدقة في العمل، وثلاثة السلامة. هيا مس القضيب الحديدي. قضيب الحديد شو بعمل لي؟ تقليل الجهد. تخيل الصخرة هاي كيف بدي أقدر أحملها؟ وكيف بدي أقدر أرفعها؟ بستخدم القضيب الحديدي
وفائدته عندي بيعمل لي على تقليل الجهد، تقليل الجهد. اثنان، المنقط، المنقط، المنقط بستخدمه للسلامة، بستخدمه للسلامة. وثلاثة، المقص، وبفيدني في الدقة في العمل، بفيدني للدقة في العمل. نرجع نعيد يا ثالث، الرافعة آلة بسيطة تساعدنا على إنجاز الأعمال بدقة وسلامة. من الأمثلة على الروافع، المقص، المطرقة، الميزان ذو الكفتين، والمجداف، والملعقة، والسكين. وأخذنا فوائد الروافع: تقليل الجهد، اثنان الدقة في العمل، وثلاثة السلامة. مطلوب منا حل على الكتاب، ونتفكر معا. مطلوب منكم حل أيضا على الكتاب، فكروا لي فيه واكتبوا لي الإجابة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.